نبتدي بايه يا رحوه؟ اكيد هنبتدي بدرجات الحراره البرتقاليوم. يلا بينا. يلا نرجع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، وشفنا حالة الجو. يعني شايفين بسم امبارح الله ما شاء والنهارده الله. زي ما احنا تابعنا مع حضراتكم امبارح وفي مكالمتنا مع الدكتور منار غانم، قالت لنا انه امبارح والنهارده هيكونوا هم حالة الذروه في درجات الحراره، وده اللي احنا فعلا بنشهده. بس واضح ان الذروه كمان مش في تسجيل درجات حراره عاليه، لكن كمان في تسجيل نسب رطوبه عاليه جدا، وده اللي احنا ملاحظينه.